بدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة. بدنا على المباشر جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل 296 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. بدنا مزيدا من الحيطة والحذر أكيد المتابعين الأوفياء، ما فيها بس أنكم تردوا البال وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات ما زال كتسجل أرقام قياسية، أرقام كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد اللي سجلتها. وصل العدد اليوم 4009 ديال الإصابات للأسف، أرقام كارثية بكل المقاييس. طلب الله السلامة أكيد، ما فيها بس أنكم تردوا البال وما فيها بس أنكم تكونوا على بال. دنا 4003 ديال الإصابات جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وجوج ديال الوفيات. إذا نردوا البال، كورونا رجعت للأسف الشديد، أرقام كارثية بكل المقاييس. إذا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 4003 إصابات جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأكد نفس المصدر عن وفاة 3 الوفيات الجديدة، فيما تم التأكد من شفاء 2021 حالة شفاء إضافية. إذن ما فيها بس أنكم تردوا البال وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات ما زال كتسجل، أرقام كادخلة للأسف الشديد. نطلب الله السلامة أكيد، نتمنى من الله أنه يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا للحالة الطبيعية ديالنا. بطبيعة الحال كورونا مازال كدور، ردوا البال، كورونا مازال كدور للأسف الشديد، ردوا البال. إذا ردوا البال، كورونا مازال كدور. إذا توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام قواعد النظافة وكذا السلامة الصحية. نطلب الله السلامة أكيد، ما فيها بأس أنكم تردوا البال وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات ما زال كتسجل، أرقام كادخلة للأسف الشديد. دابا هذه عام